نصبح بالخير على الأستاذة سمية الإبراهيم. صباح الخير. صباح النور منيا. يمكن مثل ما شفنا بالفيديو، نعم. كانت هي مقارنة لشخص كبير بالسن صحي وكان يمارس الرياضة ويتبع نظام غذائي صحي، مقارنة بشخص خلينا نقول يعني أعجز المرض، نعم. ووصل اثنينهم في نفس السن، واحد مستمتع بحياته والثاني مقضي حياته في المستشفى. صحيح. طبعا ساعات الواحد يمرض مرض ما يكون له هو دور فيه. لكن كثير من الأمراض اللي تصاب الناس الكبار بالسن يكون هو لا سبب في إصابة بهذا المرض، لأنه ما اهتم في نفسه ولا اهتم بموضوع الرياضة. أكيد. ولا اهتم في تغذيته، أوصل نفسه لهذه المرحلة. وهذا الاهتمام طبعا لا يكون من مرحلة الشباب، ما يكون في مرحلة يعني متأخرة. طبعا اكيد. فانت اي نظام غذائي تتبعينه واي اللي هو النظام الحركي اللي انت تلتزمين فيه ما راح يبين بعد اسبوع او شهر، راح يبين بعد 20 و30 سنه للمستقبل. عشان كذا يعني خلينا نحط ببالنا ان معلومات اليوم ما هي بس مخصصه للناس الكبار بالسن، وانما هم الشباب في الثلاثينات والاربعينات ممكن يبلشون يتبعون نظام غذائي اذا ما كانوا هم مبلشين فيه من الاساس، عشان يتجنبون اللي هو اعراض الشيخوخه، سواء كانت بالمظهر او سواء كانت في الجوهر من أمراض. بالتأكيد. عندنا بعض الأصناف اليوم اللي أنا أحرص على أنها تكون موجودة في نظام الغذائي اليومي لأسباب معينة، كل واحدة لها صفات خاصة تميزها عن غيرها. نعم. أول شيء البيض، وخاصة البيض العضوي. البيض العضوي له فوائد وايد كثيرة، لها 9 من الأحماض الأمينية اللي يحتاجها الجسم بشكل رئيسي. لا أيضا أنه هو ممكن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب، على يعني على عكس ما كنا إحنا نسمع انه هو يرفع الكوليسترول. لكن بالضبط، لكن انا يعني اشدد على موضوع انه هو يكون عضوي، لان طريقه تغذيه الدواجن اللي هو بالمزارع العاديه يحطون بعض خلينا نقول الهرمونات او المواد في اكلها اللي تؤثر من اصلا جسمها ونوعيه البيض اللي هي تنتجه، وبالتالي افضل انه يكون البيض عضوي حتى لو الواحد يتناوله بشكل يومي، ما في اي مشكله. المشكله بالدهون اللي هو يستخدمها لما يقلي البيض، لكن البيض المفيوحه او البيض على الجريل هذا بالضبط ما جدا ممتازة. أيضا فيها مادة الزيزانفين اللي هي ممتازة لسلامة العين، اللي تخص أيضا بشكل خاص كبار السن. وأيضا تحتوي على مادة الكولين اللي هي ممتازة للدماغ والذاكرة، وأيضا مصدر لفيتامين دال. كثير من الناس تعاني من نقص فيتامين دال. الشغلة الثانية اللي هي الخضار الورقية، هني يمكن موجود الجرجير، لكن الخضار الورقية بشكل عام أشدد أنا وايد على أن الواحد يكون في نظام خضار ورقية في كل الوجبات إذا يقدر. تكون هي عالية في الألياف، أيضا فيها كثير منها فيها مضادات أكسدة عالية اللي هي تطرد الشوارد الحرة أو اللي هي المواد اللي تنتج عن التغذية السيئة، عن التلوث، عن عدم ممارسة الرياضة. التقدم بالسن نفسها تخلي الجسم يطلع المواد هذه، تؤثر في حمض الدي إن إيه أو الحمض النووي اللي بالنهاية أيضا تظهر على الواحد، يا إن معالم الشيخوخة بالشكل، نعم. أو ممكن تكون أو أيضا بشكل. بالصحة. المخللات يمكن تتفاجئين ليش أنا جايب مخلل، لكن تركيبة البكتيريا اللي موجودة في المعدة لها وايد تأثير إيجابي على الصحة. نعم. فشلون أنا أقدر أعزز من نمو البكتيريا هذه اللي موجودة في المعدة؟ تكون جاية من المخللات، من الروب الغير مبستر أو الروب اللي إحنا مسوينه بالبيت عشان يكون فيه بكتيريا أكثر، لأن الروب المبستر مني يقتل البكتيريا كلها. فيا إن بكتيريا يكون أو الروب يكون مدعم بالبكتيريا، أو إن أنا والله أسويه بالبيت عشان أستفيد منه. وممكن أيضا المخللات، راح يقولون الناس اللي مصابين بارتفاع ضغط الدم، أنا أقول لهم حتى لو تأخذون واحدة صغيرة راح يكون فيها كذا بليون نوع بكتيريا تفيد الجهاز الهضمي. ممتاز. الشاي الأخضر أيضا له فوائد كثيرة، لأنه عالي في مضادات الأكسدة وأيضا يؤخر من معالم الشيخوخة. التوتيات يمكن أكثر شيء في مضادات أكسدة اللي هو التوت الأزرق. فالمادة طبعا الألوان اللي الله سبحانه وتعالى حطها بالخضار والفواكه هي ما هي بس لها دلالات، بالضبط كل لون له فائدة معينة. فاللون الأزرق اللي موجود بالتوتيات له خواص جدا عالية بكم مضاد أكسدة، ممتاز جدا للبشرة لأنه يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي حتى مظاهر الشيخوخة تقل نسبيا عند الناس اللي يتناولون اللي هو التوت الأزرق. نفس الشيء بالنسبة حق الكرز. وأيضا تعتبر اختيارات ممتازة للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكر، كون أنه هم ما يرفعون نسبة السكر بصورة عالية. الرمان في كثير من الدراسات بينت اللي هو الرمان ولها علاقة بصحة البشرة، لأنه أيضا يعزز من إنتاج الكولاجين،
والنظام الغذائي اللي انا هم بتكلم عنه اللي يكسر الكولاجين بالبشره وتبدي الواحد تظهر عليه اعراض الشيخوخه اكثر اللي هي السكريات. فكل ما الواحد ياكل سكر كل ما ممكن يبين عليه اللي هو كبر السن. يعني هالسكر صاير مضر من كل النواحي، ما في شيء يترقع يعني بموضوع يعني السكر، ما في شيء ممكن يكون منه فايده في السكر بالضبط. فهو من كوليسترول، من امراض قلب، من سمنه، من عدم انتظام بالسكر، من فرصه اصابه بالسرطان، من انه يدمر الكولاجين وبالتالي تظهر علامات الشيخوخه. وللاسف استهلاكه جدا عالي صحيح. بشكل يومي لشريحه كثيره من المجتمع. نعم. الخضار اللي هو مثل البروكلي او مثل الزهره او السلري هم لهم خواص جدا ممتازه في موضوع اللي هو الشيخوخه، محاربين للسرطان، وخاصه البروكلي. يعني انا انصح يوميا الواحد ياكل على الاقل لو الكميه هذه من البروكلي، لانها لها خواص جدا قويه في انها انها تحمي الشخص من الاصابه بالسرطان، وخاصه سرطان الرئه والبروستاتا والمثانه وسرطان الصدر، كون ان هي جدا عاليه بمضادات الاكسده. عندنا يمكن احنا صور اللي هو تاثير خلينا نقول تعرض الشمس او تاثير التدخين على البشره. اذا بتقولي لي منيا شنو الاشياء اللي هي تاثر بالشيخوخه اكثر، فراح اقول الاساسيه السريعه بالضبط، فراح اقول انا التعرض لاشعه الشمس راح تدمر ايضا موضوع الكولاجين، وبالتالي تظهر الواحد عليه اعراض الشيخوخه اكثر. ايضا الشغله الثانيه اللي هو تناول السكريات. فالحين عندنا صوره هني لتوأم متطابق، الاخت اللي على اليمين مدخن والمدخنه، والاخت اللي على اليسار غير مدخنه. فانت تشوفين منيا واضح جدا، فرق جدا واضح. نعم. في موضوع اللي هو البشره، فالناس اللي كل ما تدخن اكثر كل ما يظهر عليها علامات الكبر اكثر، وتلاقين الاسنان تتضرر اكثر، وبالتالي يطلع هذه توأم ايضا اخر. فتشوفين اللي على اليسار هي المدخنه وعلى اليمين اللي هي الغير مدخنه، تشوفين موضوع التجاعيد فارقه واضحة بشكل كبير، ايضا موضوع النمش. فهم هذه الاشياء اللي هو التدخين شلون، او نمط الحياه، الناس اللي تشرب كحوليات، الناس اللي تدخن بشكل مستمر. احنا الحين موسم الشتاء، بس بالصيف الناس اللي عندهم هوس في موضوع التان والتعرض للشمس، هذا كله قاعد يدمرون بشكل كبير بالضبط. يعني هذا كله يزيد من فرصه الاصابه اولا بسرطان الجلد، وثانيا يزيد من اللي هو موضوع التجاعيد كثر ما انت تعرضتي للشمس. هذه صوره لسائق شاحنه كان طول حياته وظيفته انه هو يسوق شاحنه، فشنو الجزء من وجهه اللي متعرض حق الشمس؟ أكيد. الجزء اليسار. فالجزء اليسار لو تشوفون من وجهه فيه تجاعيد وايد اكثر مقارنه بالجزء اليمين، وهذا اللي يبين هم ان شلون اشعه الشمس تاثر في موضوع اللي هو التجاعيد، وان الواحد تبدي تطلع عليه اعراض الشيخوخه. بالتاكيد. وفي بلد مشمس مثل الكويت اعتقد يعني كريمات الوقايه من الشمس هي خير بالضبط. اكيد. فكريمات الوقايه اللي حتى لو 50% نعم. كانت نسبه الوقايه تعتبر ايضا جدا ممتازه للحمايه اللي هو على صحه البشره. نعم. بس استاذه سميه انت ما وقفتي عند الثوم، يمكن الثوم فالثوم يعتبر البلوزون البلوزون اريا. قبل ما نتكلم عن الثوم اللي هي في 5 دول في العالم فيها نسبه معمرين اكثر من غيرها. فالدول هي اللي موجوده في الخريطه اللي هي سردينيا في ايطاليا، وكيناوا في اليابان، ولوما ليندا في كاليفورنيا، ونيو كويا في كوستاريكا اللي هي ما بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، وايكاريا في اليونان. هذيل ال5 دول في العالم نسبه المعمرين فيهم عاد المعمرين في العالم، المعمرين يعني فوق ال100 سنه بصحه سليمة أو بصحة جيدة. جميل. غالبا المعمرين يكون واحد من بين 100,000 في العالم كله. بالدول هذيلة عندهم 35 معمر من بين 100,000 بصحة جيدة. نعم. فوق عمر ال100 سنة. مثل هذه الصورة اللي قاعد نشوفها. مثل هذه الصورة تومي مياغي كان عمرها 97 سنة لما احتفلوا في عيد ميلادها في مدينة أوكيناوا في اليابان. نعم. في اليابان اللي هي هناك عندهم بعد ما يصير عمره 60 سنة يسمون المرحلة هذه الريبيرث، أو المرحلة هذه اللي هو الحياة الثانية. نعم. بالضبط اللي يحتفلون فيهم. نعم. يكونون في صحة جيدة. ممكن نكمل الموضوع هذا منيا في موضوع أن شلون الواحد يكون عمره أو ليش الدول هذه عندهم نسبة معمرين بصحة جيدة أكثر. بالتأكيد. ممكن يكون لنا وقفة ثانية في حلقات ثانية إن شاء الله، لأن الموضوع كبير وموضوع الشيخوخة يستاهل أن احنا نهتم فيه، لأن هي يمكن مرحلة قادمة لا محالة منها. أكيد. فالاهتمام لابد أن يكون مبكر. شكرا جزيلا للأستاذة سمية الإبراهيم. شكرا جزيلا للأستاذة سمية الإبراهيم. وطبعا الحين راح ننتقل للفقره الكويتيه للملحن الفنان الراحل يوسف الدوخي، اللي هو اثر في كبير في مسيره الاغنيه الكويتيه، اللي اضاف لها كل ما هو جديد وطور في الموروث الموسيقي الشعبي وقدمه بازهى حله، ونهل من الماضي من الايقاعات والاطوار الغنائيه وقدمها بشكل جديد، ولاقت طبعا رواج كبير في تلك الفتره.
فترة، نتعرف على يوسف دوخي أكثر في هذا التقرير.